عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي حديثنا والتحليل الفني طبعا اللي منورنا فيه ضيفنا النهاردة الأستاذ محمود شاكر المحلل الرياضي. بنرحب بيك يا محمود، صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا فرح، وصباح الفل على كل مشاهدي ون تايم سبورتس، وإن شاء الله كده يوم سبت جميل من كل الأحداث الموجودة النهاردة، سواء طبعا دوري أبطال أفريقيا أو دوري الإنجليزي أو برضو استعدادات منتخب الشباب. أحداث رائعة ومثيرة، مباريات طبعا مرتقبة، سواء إذا كانت نتائجها اللي هترتب عليها حاجات كتير جدا بالنسبة للفرق بتحط نفسها في حسبة بيرما. أبتدي معاك حديثي عن نادي الزمالك طبعا والمباراة اللي اتلعبت بالأمس، مباراة نادي الزمالك والمريخ السوداني. الحقيقة إنها كانت من المباريات المفاجأة لجمهور نادي الزمالك اللي كان حاطط آمال وأحلام إنه خلاص يخرج من المأزق ده أو يخرج من الضغوط النفسية اللي بيعانوا منها في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، أو بمعنى أصح اللعيبة بتصعب المهمة على نفسها. للأسف فرح، لا جديد يذكر أو قديم يعاد، في بدايات نادي الزمالك في البطولة الأفريقية من بعد نهاية القرن ما بين الأهلي والزمالك في 2020، نادي الزمالك للسنة الثالثة على التوالي ما بيقدرش يحصل أكتر من نقطة أو نقطتين في أول جولتين في دور المجموعات. يعني في 2021 نادي الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر ومع طنجة السنغالي، 2022 برضو نادي الزمالك تعادل مع بيترو أتلتيكو لواندا وبعديه سجرادا الأنجولي. ده السنة الثالثة بقى النادي الزمالك بيخسر أول مباراة وبيحصل على نقطة فقط من مباراة المريخ امبارح. فنادي الزمالك عنده مشكلة دايما في البدايات، بداية دخول نادي الزمالك دور المجموعات ما بتبقاش الأفضل، وده اللي بيدخلنا بقى في حزبة بيرما. ومن دلوقتي من تاني جولة بنبدأ نفكر يا فرح نادي الزمالك، طب المباراة اللي جاية هنحتاج منها كم نقطة، وبعدين نخش في آخر مباراتين فرق الأهداف، ومفروض إن مصير نادي الزمالك بيبقى بأقدام لاعبي فرق أخرى. فدايما المشكلة بتبقى موجودة عند نادي الزمالك هي في البداية للسنة الثالثة على التوالي، ما بيحصلش أكتر من نقطة أو نقطتين. ولكن نادي الزمالك في مشاكل كتيرة جدا، سواء من الناحية الفنية في الملعب، سواء من الناحية الإدارية، سواء من ناحية المهارية من لاعبي نادي الزمالك. طبعا كلنا عارفين فريرا واضح بشكل كبير ان هو في عدم تركيز موجود في الإدارة الفنية لنادي الزمالك. الراجل مشي ورجع، شايفين طبعا الكلام اللي ما بين كابتن أسامة نبيه، أسامة نبيه كابتن أسامة نبيه مسك وبعد كده رجع، ففي مشاكل كتيرة في الإدارة الفنية في نادي الزمالك. ولكن عاوز أقف عند طريقة اللعب والأسلوب اللي بيلعب بيه فريرا. فريرا ممكن يحط التاكتكس وممكن يحط طريقة تنفيذ اللعب للعيبة نادي الزمالك، ولكن التنفيذ بيبقى سيء جدا 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 من لعيبة نادي الزمالك. نادي الزمالك بيلعب هو خلاص راجع يلعب بالطريقة بتاعته 3-4-3 اللي بتتحول في طريقة الدفاع ل 3-5-2، بحيث ان شيكابالا بيرجع مع الأربعة بتوع 3.5 ملعب عشان الطريقة تبقى 5، ويبقى الاثنين الفراودة بس هو زيزو وسيف الجزيري. ولكن يا فرح المشكلة الكبيرة عند لاعبي نادي الزمالك استغلال الفرص في أوقات معينة. أنا لما بكون بلعب مع المريخ السوداني ظروف المباراة مش صعبة على نادي الزمالك، لأن أنت بتلعب مع المريخ بره الأرض، ولكن يعتبر كمان المريخ بيلعب بره الأرض، المباراة كانت موجودة في ليبيا. فاستغلال أنصاف الفرص واستغلال المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة عند الفرق الأفريقية، خصوصا زي فرقة المريخ اللي عندها مشاكل كتيرة جدا في الطلوع بالكرة ومشاكل كتيرة جدا مهارية للعيبة، واللعيبة مش أفضل حاجة، فنادي الزمالك كان ممكن يقدر يخطف المباراة. في رعونة كبيرة جدا جدا عند لاعبي نادي الزمالك في إنهاء الفرص. في مشكلة بتواجه فريرا فعدم وجود باك ليفت يقدر يقوم الزيادات. طبعا عارفين ان عبد الشافي واحد من اساطير نادي الزمالك واساطير الكره المصريه، ولكن لما بتيجي تلعب 3-4-3 او 3-5-2 بيبقى اكتر حاجه مهمه عندك هي الباكات بتاعتك اللي بتقوم بدور الاجنحه، لان الاجنحه دايما بتخش لجوه الملعب والباكات بيطلعوا على الطرف الملعب عشان خاطر يقوموا زياده العدديه. ولكن الكلام ده ما كناش بنشوفه امبارح عند عبد الشافي، الكلام ده ما كناش بنشوفه عند سيد نيمار الا يا دوبك كره او كورتين ما بينه وما بين احمد السيد زيزو. يجي فيريرا الشوط الثاني يطلع سيد نيمار وينزل عمر جابر اللي ما عملش اي اضافه. ولكن انا عاوز اقف شويه عند حته شيكابالا وان شيكابالا بتبتدي المباراه. شيكابالا دايما بنشوف ان في شيكابالا الافضل ليه ان هو ينزل كبديل، الفتنس بتاعه والتيمبو بتاعه افضل جدا ان هو يكون موجود الشوط الثاني. ولكن شيكابالا بينزل مع عبد الشافي لعب على الناحيه الشمال، هنا كانت المشكله. شيكابالا كان بينزل يقوم بالدور الدفاعي، فلما شيكابالا كان بينزل يقوم بالدور الدفاعي الورك ريت بتاعه والبدني بتاعه ما بيقدرش ان هو تاني لما نادي الزمالك بيخطف الكره ان هو يعمل الترانزيشن ويتحول، ان شيكابالا بعد ما يكون بيدافع وضغط ضغط عالي ان انت تتحول، فشيكابالا يقدر يزق الكره ويزق ويجري ويروح في المساحات، لان
زي ما قلت لك بدنيا ان هو مش هيقدر، زائد ان عبد الشافي كمان معاه نفس الكلام. انت مع مشاركه شيكابالا من بدايه المباراه؟ مش مع ولا يكون تبديل استراتيجي؟ يكون تبديل استراتيجي، هو متميز جدا، عنده خبره كبيره جدا. هل نقول ان مستر فيريرا تفائل بوجود شيكابالا من بدايه المباراه في المباراه الاخيره طبعا في مسابقه الدوري المصري ممتاز، وهو ده اللي خلى فيريرا يشعر بانتعاشة شيكابالا انه يقدر يصنع الفارق فيكون ده كارت رابح معاه من بدايه المباراه؟ الراجل بيجرب، عايز اقول بيجرب. هو المباراه اللي فاتت اللي كسبوا فيها سموحه اعتقد في الدوري، صحيح، هو عاوز يلعب بنفس الطريقه، وان يبقى سيف فاروق جعفر هو اللي بيقوم بدور شبيه لامام عاشور، ولكن بتبقى هنا المشكله. شيكابالا ما ينفعش يلعب وينج ليفت من اول المباراه، لان الورك ريت بتاع المباريات في الاول خصوصا في مباراه افريقيا بيبقى عالي جدا جدا جدا، فشيكابالا الافضل ان هو يكون موجود الشوط الثاني. حاجه ثانيه، دلوقتي شفنا ان حصل روتيشن، جاب شيكابالا ناحيه اليمين وودى احمد السيد زيزو ناحيه الشمال، لان هو كان شايف ان في مشكله كبيره جدا دفاعيه في الناحيه دي. مش بس دفاعيه، ده استكمالا لحديثك، لانه شيكابالا طول عمره ما بيعرفش يلعب او يؤدي بالشكل المميز على الجبهه اليمنى. بالظبط كده، وانه بيمتلك الكوره وبيشعر باريحيه في الجبهه اليمنى. بالظبط، ولكن زيزو ممكن يروح يمين او شمال، شيكابالا لو هيشعر بارتياح اعتقد يا في الجبهه اليمنى او يلعب 10 ينزل تحت شويه. بالظبط كده، وزيزو عنده مرونه اكتر من شيكابالا زي ما انت قلت، ان هو ممكن ما يلعبش بس على الناحيه، ممكن يلعب يمين، ممكن يلعب شمال، ممكن يلعب 8 في نص الملعب، ممكن يلعب في نص الملعب. بالظبط، ولكن المشكله اللي بتواجه الزمالك دلوقتي ان ابرز اثنين لعيبه موجودين عندك في الزمالك الفتره اللي فاتت هو احمد السيد زيزو وامام عاشور. امام عاشور سافر للاحتراف، ولكن نبص على احمد السيد زيزو، للاسف بيمر بقاله مباراتين ثلاثه اكتر من 5 مباريات احمد السيد زيزو ما بيقدمش افضل مستوى ليه، وده مأثر على نادي الزمالك بشكل كبير جدا. نقطه ثالثه وهي سيف الجزيري، سيف الجزيري عنده ازمه كبيره جدا 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 في قراراته في ال18 او قراراته حتى لما بيطلع من منطقه الجزاء وبيحاول يستلم الكوره. هو نادي الزمالك بيلعب، نادي الزمالك بيحاول يحضر بحيث ان الاثنين اجنحه شيكابالا او احمد سيد زيزو يحاول ينزل ياخدوا الباكات بتاعتهم عشان خاطر الفول باكس بتوع نادي الزمالك يتحركوا في المساحه الفاضيه، وسيف الجزيري نفس الكلام برضو بينزل، ولكن دايما بيبقى فيه مشكله وفي مساحه كبيره ما فيهاش اي لعيبه ولا فيها اي تواجد عددي من لاعبي نادي الزمالك. ولكن النقطه زي ما بقول لك ان احمد سيد زيزو ما بيمرش بافضل حالاته مع نادي الزمالك، وده اللي مأثر بشكل كبير على نادي الزمالك. حاجه ثانيه هي عدم وجود باك ليفت بيقوم بالزياده العدديه وبيقوم بالادوار الهجوميه وبيقوم بالمسانده، وهي دي المشكله دايما موجوده عند نادي الزمالك. ولكن النقطه الاخيره قبل ما نخش في الحالات ونتكلم فنيات يا فرح، وهي طبعا اضاعه الفرص. لما بتكون بتلعب مباريات في دوري ابطال افريقيا وانت الوضع بتاعك مش افضل حاجه، انصاف الفرص لازم تستغل باهميه كبيره جدا. نادي الزمالك ضيع 3 فرص في 3 دقائق ورا بعض. ده اعتقد كفلين. انه سبب استياء فيريرا من سيف الدين الجزيري. ده حقيقي. وفي نفس الوقت ارجع اقول لك برضه، طب يا جماعه فين نداي؟ فين سامسون ونداي؟ الاثنين فيريرا هو اللي جايبهم. سامسون ما شاركش في مباراه سامسون الأمس. ما شاركش وما كانش موجود في السكور امبارح. نداي اللي غريب جدا بيشارك في مباراه سموحه في اخر 5 دقائق، نفس الكلام امبارح برضه. تعتقد انه فيريرا اتصدم في صفقه سامسون اكينولا او يعني اتسرع في الحكم عليه كصفقه ان هو يجي نادي الزمالك؟ بس وده وارد، الناس كلها بتخطئ للاسف. ال3 صفقات اللي جابهم نادي الزمالك او ال4 صفقات، يعني هل ابراهيم نداي نقدر ابراهيم نداي وزكريا الوردي وسامسون؟ زكريا الوردي خلاص مشي، نداي طول الوقت كان مصاب ولما رجع ما بيشاركش، واضح ان في ازمه ثقه ما بين فيريرا وما بين نداي اللي هو مختاره. وبالمناسبه نداي لعيب كويس، احنا شفناه كلنا في وادي دجله لما كان موجود، لعيب هايل، ولكن ممكن تكون اصابه مؤثره عليه، دي قصه ثانيه برضه. طيب عمر جابر اعتقد انه فيريرا بيبحث عن عمر جابر 2015، واعتقد انه الراجل ما نقدرش نلوم عليه في اختياره لعمر جابر او عودته لنادي الزمالك، لانه هو ده عمر جابر بالنسبه له. انا ما بقولكيش ان عمر جابر لعيب وحش، لعيب جمر، عمر جابر لعيب عنده تاريخ كبير جدا، ولكن ما هي الاضافه اللي قدمها؟ ما حدث لعمر جابر. عمر جابر بيلعب، يعني ما فيش انتاجيه، عمر جابر مش عاوز يزيد، هي دي المشكله. رغم ان عمر جابر اعتقد انه من اكتر اللعيبه اللي بيلتزم تكتيكيا بشكل رهيب. طبعا يعني اعتقد مش من اللعيبه اللي بتحب تجود. هل الكلام ده مميزات عمر جابر يا فرح؟ دايما مميزات عمر جابر دايما ان هو لعيب حريف في نص الملعب، او سواء بيلعب على الناحيه اليمين هو بيبقى عنده حلول، عنده نواحي مهاريه كتيره جدا، بيقدر يعدي، يقدر يعمل الدبل باس، يقدر يعمل الكره العرضيه. وكان من يعني كروش كان بيلعبه في ماتش السنغال على الجانب اليمين مع محمد صلاح، لان هو متميز جدا في الخروج بالكره وفي الثلث الامامي. ولكن منذ وجود عمر جابر ما
عملش ولا اسيست لحد دلوقتي، ما عملش كوره عرضيه جه منها خطوره لحد دلوقتي، ما حرصش ولا هدف، ما بيشاركش باستمرار، وهي دي المشكله. حاجه ثانيه، ما ينفعش السيد نيمار لعيب اكتر من هايل على الجانب الايمن ان هو يلعب وينج. ليه فيريرا ما بيلعبش سيد نيمار وينج رايت ويلاعب وينج ليفت احمد السيد زيزو وسيف الجزيري في النص يلعب 4-3-3، والشوط الثاني تقدر تنزل شيكابالا في اخر ثلث ساعه واخر 25 دقيقه يعمل لك الفارق. مين قال لك انه احمد مصطفى زيزو هيكون على يعني نقدر نقول كده على استمتاع وعلى مهارات من هو يتثبت كوينج ليفت؟ هو ما بقولكيش يتثبت كوينج ليفت يا فرح، بس انا بكلمك ان انا دلوقتي عندي سيد نيمار يلعب على الجانب اليمين ما دام انت ما عندكش ثقه في الثلاثه باك ليفت اللي عندك. لا مصطفى شلبي، انا اقصد ان ممكن المدير الفني يكون مش عايز يخسر جزء او 50% من جهود لاعب من ان هو ينقله مركزه تماما، وهو عارف انه اللاعب ده بيتالق في المركز ده. حتى لو فعلا سيد نيمار بيحل محل زيزو بشكل رائع جدا، بنشوف عرضيات منتجه جدا طبعا من السيد نيمار في المباراه الاخيره اللي كان بيشارك فيها، وده بياكد على الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها. ولكن مين قال لك انه فيريرا بيحاول دايما ياخد ال 100% اكيد او من احمد سيد زيزو على الجانب؟ ولكن امبارح فرح هو غير احمد سيد زيزو وشيكابالا في الدقيقه 35، جاب شيكابالا على اليمين وجاب احمد زيزو على الشمال، فهو غير في وسط. فده معناه ان هو ما عنده ازمه ثقه في الثلاثه الوينج ليفت اللي عنده، الحقيقه انه عنده او سواء مصطفى شلبي او مصطفى شلبي بالظبط، وعشان كده بيبتدي بشيكابالا. فده اللي بيبقى ايوه ان هو عنده ازمه في المركز ده حتى دي اكيد مصر. عنده ازمه في الجنب الشمال كله. يعني عبد الشافي على قد ما هو بيقدم مباريات اكتر من رائعه، ولكن ما بيقدمش الدور اللي مطالب بيه باك ليفت نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعه لازم يبقى على طول بينزل اي مباراة. هو الابر هاند، هو الليدر العليا، هو اللي بيضغط. نادي الزمالك مفروض اللعيبه يبقى عندها روح اكتر من كده. انت خسران اول مباراه في ارضك، مباراه المريخ، كان مفروض يبقى فيه قوه اكتر من كده وحماس اكتر كده، خصوصا عند الجون. عاوز اوريكي بالحالات يا فرح بعض من عينات الفرص اللي اهدرت من الشوط الاولاني اللي كانت ممكن تخلص الجيم بشكل كبير جدا. فرصه من الفرص اللي جت نادي الزمالك لو كانت دخلت الشوط الاولاني انتهى 1-0، كان ممكن بشكل كبير المريخ يفتح اكتر في الشوط الثاني ونادي الزمالك يستغل الكلام ده في الشوط الثاني. عاوز اوريكي لسه كلامنا مستمر، ولكن هستاذنك يعني لازم نطير سريعا للمؤتمر الخاص طبعا بالشباب ان شاء الله والاستعداد للبطوله الافريقيه المقامه على ارض مصرنا الحبيبه. تعالوا نروح مع حضراتكم دلوقتي للمؤتمر الصحفي قبل البطولة ونرجع لكم مرة تانية. أحمد شريف في روح جميلة جدا جدا في الفريق، وبعدين احنا استعدادنا للبطولة كلها مش للسنغال بس على الفكرة. يعني احنا يمكن مركزين بقالنا يمكن اسبوع مع فريق موزمبيق اللي احنا هنلعبه، لكن يمكن قبل كده كنا مركزين مع الثلاث فرق اللي معنا في المجموعة. دلوقتي احنا تركيزنا كله ان شاء الله على موزمبيق، وبعدين لكل حدث حديث. والله الولاد الحمد لله اللاعبين كلهم مركزين بشكل كويس قوي. احنا بنلعب على البطولة، فمعنى بنلعب على البطولة ان شاء الله ان احنا لازم نكسب كل الفرق، ما فيش حاجة اسمها لازم، ولكن في مشيئة ربنا سبحانه وتعالى ان احنا طالما بنلعب على البطولة ما بتفرقش معنا بقى بنلعب مع مين. استاذن حضراتكم الاسئلة ليها علاقة بمنتخب 20 سنة ومفيش داعي ربط بالمنتخب الاول منتخب 20 سنة، والاسئله اللي علاقه بالمباراه والبطوله بس. محمود جميل القناه الاولى، كنت عايز اسال حضرتك عن الاستعدادات الخاصه بمباراه بكره ان شاء الله مع موزمبيق، ويمكن كلنا بنتكلم على السنغال لاننا كلنا مهتمين طبعا بالمباراه. هل تم يعني متابعه السنغال في التصفيات؟ هل درسنا بعض النقاط الخاصه بيهم خلال فتره التصفيات، ويعني تم الحديث مع اللعيبه في النقاط دي طبعا لتداركها الفتره اللي جايه سواء في ماتش السنغال او حتى في ماتش موزمبيق بكره؟ شكرا. هو بداية السؤال كانت ايه؟ لا استعداداتنا مش لبكرة، استعداداتنا بدأت من بالظبط 23. المعسكر الأخير كان استعدادا للبطولة بدأ من 23 يناير، رحنا اسماعيلية وعملنا مباراة أو مباراتين هناك، وبعدين رجعنا خدنا يومين أجازة ورجعنا على المعسكر الرئيسي بقى بتاع البطولة إن شاء الله اللي كان بدأ في 2 فبراير. لعبنا برضو مباراتين مع جنوب السودان والمباراة التانية مع أوغندا. استعدادنا كان بشكل عام للبطولة كلها، ولكن من بالضبط بعد مباراة أوغندا بدأ استعدادنا المركز لمباراة موزمبيق. زي ما قلت أن الفرق كلها كلنا بنتفرج على بعض، يعني التصفيات كانت
في بعض مواقع وصفحات بتذيع المباريات، ولكن لسه نيجيريا ولسه السنغال هيلعبوا قدامنا في ماتشين او هيلعبوا بعض، ويبقى في برضه يعني التصفيات ممكن تكون بلعيبه والبطوله بلعيبه. احنا شفناهم في التصفيات، ولكن برضه مهم جدا ان احنا نشوفهم في البطوله، لان ممكن يكون في اختلاف في اللاعبين او في قوائم اللاعبين. سؤال فضل. عمرو مختار اون تايم سبورت، بنرحب بك كابتن محمود وبكابتن الفريق. طبعا كل الامنيات القلبيه ان شاء الله ربنا يكرمكم بكره وتسعدوا كل المصريين. اول سؤال المهم واللي بيدور في الساحه كلها، الدعم ورسائل الدعم اللي يوجهها الكابتن محمود جابر للجمهور، لحضور الجمهور، خاصة ان دول شباب 20 تحت 20 سنة محتاجين مؤازر الجمهور، محتاجين يشوفوا الملعب مليان على اخره. السؤال الثاني، تصريحات المدير الفني لفريق السنغال ونيجيريا ان هم جايين هيلعبوا، جايين مش هيصعدوا كاس عالم، لا جايين ياخدوا البطولة. طيب انا بس هبدا بالاجابة على الجزء الثاني من السؤال. كل الفرق عندها طموح انها تاخد البطوله، من حق اي فريق يكون عنده طموح انه ياخد البطوله، بنحترم الفرق كلها زي ما هم عندهم طموح، احنا عندنا طموح وطموح كبير جدا جدا، بطوله على ملعبنا، فاعتقد ان طموحاتنا احنا اكبر من اي فريق، انما من حق اي فريق طبعا يبقى له طموح انه ياخد البطوله. بالنسبه للجزئيه الاولى من السؤال، طبعا الجماهير مهمه جدا. لو فينا حد تابع البطولة العربية في السعودية اللي كانت في شهر 6 و7، الجمهور كان عامل مهم جدا ومؤثر جدا وفعال جدا مع اللاعبين. يمكن أنا في البداية كنت خايف أنه يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين، لأن كان أول مرة غالبية اللعيبة، يمكن عندي كان لعيب أو اتنين بس اللي كان بيلعب في الدوري الممتاز وما شافش العدد ده من ما لعبش قدام العدد ده من الجماهير، ولكن لقيت الحمد لله في تفاعل كبير جدا جدا من اللاعبين، لعيبه ادت بشكل كويس قوي. على الرغم من ان في بدايه البطوله لعبنا في ملعب الجماهير قريبه جدا جدا من اللاعبين، ومع ذلك اللاعبين تالقوا ولعبوا بشكل كويس قوي. لا مهم جدا العامل الجمهور مهم جدا وداعم كبير جدا جدا للفريق. الحمد لله يمكن التجربه. عودة لحضراتكم مرة تانية، وطبعا استعداد لمباراة مهمة مرتقبة بإذن الله ما بين منتخبنا المصري للشباب وطبعا منتخب موزمبيق، مباراة غدا بإذن الله، وطبعا رجالتنا إن شاء الله وشبابنا يكونوا على قدر المسؤولية. يا محمود ومستكمل حوارنا معاك، إن شاء الله أعتقد إن المباراة دي هتكون يعني مباراة بتدي دفعة معنوية جدا لشبابنا بإذن الله، لأن هي على أرض مصرنا الحبيبة. ولما بقول كده منتظرين نشوف بقى الدعم الجماهيري زي ما شفنا. طبعا بنتكلم على شباب 23 سنة وبنتكلم على نجومنا اللي قدروا يحققوا لنا بطولة كأس الأمم الإفريقية مع الكابتن شوقي غريب ورمضان صبحي والنجوم الخاصين بالمنتخب الأولمبي. الحالة اللي عشنا فيها معاهم دي بنتمنى إنها تتكرر تاني مع شبابنا. أكيد طبعا بطولة مهمة جدا، بطولة مهمة جدا للمستقبل لمنتخب مصر. لما تلعب بطولة الشباب في مصر أو أي بطولة من البطولات اللي بيبقى فيها ناشئين أو أعمار سنية صغيرة في مصر بتبقى مهمة جدا الدعم الجماهيري. شفنا التذاكر نزلت امبارح أسعارها مخفضة شوية طبعا عن مباراة الدوري، دي حاجة كويسة جدا ممكن تشجع الناس إن هي تروح، ولكن الفرح زي ما أنت بتتكلمي بتقولي لي إن البطولة بتاعة المنتخب الأولمبي مع كابتن شوقي غريب، إحنا دلوقتي أفرزت البطولة دي واحد زي رمضان صبحي، أحمد فتوح، مصطفى محمد، أحمد رمضان بيكم، نصر منسي. بس أنا بكلمك عن اللعيبة اللي بقت امتداد لمنتخب مصر. اسامه جلال بالظبط كده، احنا بنتكلم على اسامه جلال، بنتكلم على احمد فتوح باك ليفت رئيسي منتخب مصر، بنتكلم على رمضان صبحي واحد من اهم الاجنحه اللي موجوده في منتخب مصر، مصطفى محمد الفيرود الرئيسي لمنتخب مصر دلوقتي محترف ومكسر الدنيا في فرنسا وعامل مباراه اكتر من رائعه كمان يوم الخميس. فطبعا البطوله دي بتبقى حلم لاي حد وبتبقى فرصه.
فرصه مهمه جدا 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 لكل الشباب دي، ولازم الناس دي تبقى عارفه واللعيبه دي تبقى عارفه كويس جدا ان كم من السماسره بيتفرجوا عليهم وكم من المتابعه من كل الدنيا، علشان خاطر البطولات دي بتفرز لعيبه كتيره جدا ممكن تفرق مع المنتخب المصري، ممكن تفرق معاهم هم من الناحيه الشخصيه والناحيه الفنيه، ان هم ممكن نشوف لعيبه كتيره في اوروبا زي ما شفنا امتداد للاعبين كتير. فبالتوفيق ان شاء الله باذن الله لكابتن محمود جابر، وان شاء الله باذن الله البطوله يعني تكون من نصيب منتخب مصر كالعاده، دايما البطولات الاعمار دي بتبقى دايما من صالح منتخب مصر ان شاء الله خصوصا على ارضنا. اروح معاك للمباراه المرتقبه والهامه للنادي الاهلي ان شاء الله في مسابقه دوري ابطال افريقيا، شايف مباراته ان شاء الله امام المريخ هتكون عامله ازاي؟ مباراه النادي الاهلي انا قلت ايه، مريخ ولا هلال ولا ايه، انا اتلخبطت. انت لو قلت الاهلي والهلال لو كان مريخ والزمالك. ايوه صح كده، هو اتلخبطت من قبل الهوا. مباراة مهمة جدا جدا، البدايات مهمة جدا للنادي الأهلي ومهمة لأي فريق في دوري أبطال أفريقيا. عاوز أكلمك يا فرح إن من بعد خسارة النادي الأهلي وعدم حصوله على أي ميدالية في كأس العالم للأندية، الخسارة بتاعت البطولة دي هتخلق دوافع جديدة للنادي الأهلي إن هو أنا عاوز أرجع تاني كأس العالم الأندية السنة الجاية، وإن أنا أحاول تاني أخد ميدالية وأفكر في الذهبية والفضية زي ما كنا نتكلم على الكلام ده كله. فمركز الرابع في المونديال النهاردة هنشوف بقى كولر، والناس كلها كانت بتنتقد النادي الأهلي على مستوى النتائج، ولكن على مستوى الأداء النادي الأهلي قدم واحدة من أفضل، إذا ما كانتش أفضل بطولة في تاريخ النادي الأهلي في مشاركاته في كأس العالم الأندية، برغم النتيجة ما كانتش أفضل حاجة. صحيح، وده اللي كنت بقوله في بداية الحلقة، كنت بأكد على الجزئية دي يا محمود، إنه يمكن تكون النتائج ما كانتش أفضل شيء، ولكن الأداء كان في منتهى روعة مع مستر كولر. الأداء كان أكتر. أنا هستأذنك فهنقف عند الأداء وخليك فاكر كلامنا، ولكن أفضل حضراتكم مرة تانية ونروح للمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب الشباب وموزمبيق غدا ان شاء الله. اللاعبين بنلعب واحنا عندنا 8 سنين مع بعض في الدوري، فحته التأقلم دي ما كانتش صعبه خالص عليا، غير ان انا جيت كذا معسكر فاعرف من اول ما بدانا، لنا سنتين دلوقتي بنشتغل، اعرف اللعيبه كلها وما حصلش اي مشاكل في حته التأقلم دي. السؤال الثاني ازاي تقدر تنقل خبراتك الخارجيه بمساعده الجهاز الفني ان انت تحب تحمس اللعيبه؟ احنا كل لعيب لي تعليمات من الكابتن، وكل واحد بيحاول ان هو يضيف اللي عنده للفرقه، ملاش اي علاقه بالخبرات، احنا كل واحد بيدي. ممكن التليفون سايلنت لو سمحت؟ سايلنت، احنا كلنا بنلعب. لا سايلنت معلش انا اسف، كلنا بنلعب عشان مصر وعارفين ايه معنى ان احنا نلعب عشان منتخب مصر، فاحنا كل واحد هيعمل اقصى ما عنده عشان يساعد المنتخب. كابتن محمود جابر مدير فني منتخب مصر تحت 20 سنة، شكرا. بلال مظهر لاعب منتخب المصري، شكرا بلال. شكرا لكم. شكرا شكرا. مشاهدينا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري للشباب ان شاء الله مع الكابتن محمود جابر، ان شاء الله يقدموا لنا حاجه مشرفه ومحترمه. فاصل قصير ونرجع نستكمل حوارنا مع ضيفنا الاستاذ محمود شاكر المحلل الرياضي في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مرة تانية، ولسه مستكمل حديثنا مع ضيفنا المنورنا الأستاذ محمود شاكر المحلل الرياضي. عودة ليكي محمود، سريعا جدا كنت محضر لنا بعض الحالات الخاصة بنادي الزمالك للمباراة، عايزين نسمعها منك ونشوف تحليليا معناها ايه. بالظبط، سريعا كنا بنقول ان المباريات بتاعت افريقيا تفاصيل بتفرق فيها بشكل كبير جدا جدا، واستغلال انصاف الفرص خصوصا في المباريات اللي بره ارضك هتفرق بشكل كبير. فكان في سوء قرارات كبيره جدا جدا من لاعبي نادي الزمالك في الثلث الاخير وفي القرارات الاخيره في 18، وده اللي ادى للاسف لضياع فرص كتيره جدا من نادي الزمالك. نيجي هنا دي اول كور، طيب نشوف الحاله، انا بس الصور ما اعرفش ترتبها ولا لا. طيب دي هنا كوره بتاعت سيف الجزيري اللي الكوره اتلعبت. طب نشوف الفريم اللي بعده، نشوف الفريم اللي بعده، دي الفرصه اللي ضاعت من نادي الزمالك في الدقيقه بالظبط 37. اعتقد مفيش اي حد معايا بالظبط. لا ما انا جاي لك، انا عاوز بس اجيب اللعبه من الاول، ودونجا بيلعب الباص. طب نشوف الفريم اللي بعده بالظبط هنا، انا عاوز اقف هنا. دي كره نادي الزمالك ضغط ضغط عالي على فريق المريخ السوداني، قدر ان هو يقطع الكره توصل الكره لدونجا. بص المساحه الفاضيه اللي سيف الجزيري بيتحرك فيها، والزوم اللي معمول ده معمول عند دونجا،
شوفي اداء لا عفوا سيف سيف فاروق جعفر. تمام. المشكله هنا كانت في الباس او في طريقه تنفيذ الباس من سيف فاروق جعفر. شافه هو بيتعزم بشكل كبير جدا ولعب الكوره بوش رجله كانت جامده جدا على سيف الجزيري. تفصيله صغيره زي دي لو لعب الكوره ببطن رجله بهدوء كبير جدا سيف الجزيري هيروح انفراد من نص الملعب. ولكن بصي بيتعزم بشكل كبير. نشوف الفريم اللي بعده بصي مساحه كبيره جدا جدا عند سيف جي. بصي الكوره هو لوحده كوره سهله جدا ولكن طريقه تنفيذ الاسيست او الباصه اللي طالعه من سيف فاروق جعفر بالظبط كده. فالكوره اتلعبت سريعه جدا 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 بقى هو اللي بيجري ورا بالظبط ما مش قادر يلحقها. تشوف الفريم اللي بعده علشان الجون بيقدر ان هو يطلع. نشوف الفريم اللي بعده ان هو الكوره خلاص اسهل للجون واسرع للجون برغم بصي المساحه الكبيره قوي يا فرح دي كانت صحيح. فرصه زي دي غلطوا هم في الطلوع بالكوره نادي المريخ السوداني يبقى لازم استغل كوره زي دي. اعتقد هي دي الخبرات بقى طبعا طبعا فرح الكوره دي في الدقيقه 37 جبت جون زي ده نهايه الشوط الاولاني 1-0 بره ارضي. الشوط الثاني الامور هتختلف بالظبط بتجيلك فرصه غلطه كبيره جدا. فعشان كده بقول لك انصاف الفرص دي لازم تستغل من لاعبي نادي الزمالك. لو في حاله ثانيه برده عاوز اكلمك عليها الحاله اللي ضيع فيها سيف الجزيري فده مثلا نبص هنا على الكوره دي دلوقتي اللي عليه السهم ده مفروض انه سيف فاروق جعفر المفروض ان سيف الجزيري لما ينزل ياخد معاه واحد من المساكين علشان يفضي المكان لسيف فاروق جعفر عشان يتحرك في المكان اللي رايح فيه السهم ده. هنا الكوره بتتلعب دبل باس ما بين سيف الجزيري الكوره بتتقطع بعد كده وبتحصل دربكه في المنطقه دي ولكن بتروح لمين يا فرح؟ بتروح لسيف فاروق جعفر. نكمل بقى نشوف سيف الجزيري اتحرك اكتر من رائع في ظهر سيف فاروق جعفر. نكمل الفريم اللي بعده بيطلع كورة لسيف الجزيري نشوف ان نكمل الفريم اللي بعده وقف عنده. بص اقف هنا بصي في مساحة كبيرة جدا ان سيف الجزيري يزق خطوتين ثلاثة كمان هيبقى جوه ال 18 الجون مفتوح قدامه ويقدر يحطها بوش رجله يحضرها ببطن رجله. يعني ممكن يعمل حدوتة متكررة ما بين سيف فاروق جعفر وما بين سيف الجزيري بالظبط اكتر من طريقة. مرة كان موافق فيها سيف ولكن سيف ما استغلهاش والعكس بالظبط كده. هنا بقى لعبها له كويس جدا جدا وهو اتحرك كويس جدا سيف الجزيري ولكن هنا بص يا فرح بص او هو استلم بيستلم بيعدل عاوز يشوط. طب انت ليه عاوز تشوط؟ استلم زق الكره كمان خطوتين كمان عشان بصي الكره بتتشاط. بصي بيشوط من بره حتى كمان منطقه 18 وهي شبه انفراد فبالتالي الكره بتطلع بره. فدايما زي ما بقول لك كان في رعونه كبيره جدا 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 من لاعبي نادي الزمالك والفرص اللي زي دي يا فرح لازم نادي الزمالك استغلها علشان صحيح. الوضع دلوقتي للاسف انت حصلت على نقطه واحده بس مباراتين للثالث سنه على التوالي وبتمنياتنا اكيد للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله وبالنادي الزمالك الموضوع مش صعب. وده اللي كان مستر فيرابي بياكد عليه لما كنت بتكلم على الخبر الاخير ان هو لسه عنده وقفه مع سيف الدين الجزيري عشان يتحدث معاه عن العقم التهديفي اللي بيعاني منه. هنتقل معاك في نص دقيقه نتكلم عن النادي الاهلي الاستعداد هيكون عامل ازاي وان شاء الله المباراه يعرف ان هو يطلع بالنقاط زي ما قلت لك. البدايه مهمه جدا للنادي الاهلي النهارده. هنشوف اسلوب مارسيل كولر اللي حاول يطبقه على ريال مدريد وعلى فلامينجو وعلى سياتل وعلى اي فريق ممكن يكون اعلى منه شويه في الريتم. هل هنشوف ده مشروع كولر ان هو هيبدا يطبقه في دوري ابطال افريقيا هوم واوي؟ انا هلعب بنفس اسلوبي نفس ريتمي هكون متفرج على ليفربول متفرج على برشلونه متفرج على ريال مدريد. اي لاعب بيلعب هوم بيلعب اوي بيلعب في اي بطوله بيلعب باسلوبه. اعتقد ان ده اللي مارسيل كولر دايما بيبحث عليه عشان كده كان بيلعب بريسك قدام ريال مدريد قدام فلامينجو. فاعتقد ان مارسيل كولر الفتره اللي جايه دي هيحاول يطبق اسلوبه اسلوب الضغط العالي واسلوب الزياده العاديه لعيبه نص الملعب في اي مكان هيلعب فيه سواء بره الارض او جوه الارض. ده اللي هنشوفه النهارده ممكن بنسبه كبيره بسبب غياب عمرو السوليه نشوف النهارده البدايه الاولى للقناة. قندوسي هو واحد هيبقى من اهم اللعيبه اللي موجودين عند كولر بناء على المستوى اللي احنا شفنا بيه لان قندوسي واحد من افضل اللعيبه اللي ممكن تقوم لك بدور اللعيب رقم 8. متميز جدا جدا في التسديدات من بره منطقه الجزاء متميز جدا في الخروج بالكوره والريتم بتاعه لعيب رائع جدا واعتقد ان هو هيبقى من الاضافات المهمه للنادي الاهلي. ولكن المباراه النادي الاهلي بس ارجع لرقم سريعا كده النادي الاهلي لاعب الهلال السوداني 5 مباريات بره الارض. النادي الاهلي اتعادلوا مباراه وسوري خسروا مباراه وتعادلوا 4 مباريات. النادي الاهلي ما كسبش ولا مره هلال ومدرمان. فالمباراه مهما كان او على ورق النادي الاهلي احسن ولكن تبقى مباراه صعبه جدا لان دايما مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني ما بتبقاش سهله. اعتقد انه النادي الاهلي ولاعيبته هيصالحوا الجمهور النهارده بعد طبعا خروج بالمركز الرابع في بطوله كاس العالم للانديه وان شاء الله تكون بدايه موفقه ليهم في مسابقه دوري ابطال افريقيا وكالعاده دايما بيكونوا متوهجين افريقيا. يا محمود نورتنا شكرا جزيلا لوجودك معانا.
مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقتنا، يتجدد لقاءنا دائما عبر شاشة قنوات اون تايم سبورت، وبكرة ان شاء الله نقول الاجابات سريعا ولا ايه الاخر؟ طيب نقول كده تعليقين سريعا عشان وقت حلقتنا. زياد بيقول صباح الخير يا فرح، اتوقع فوز الاهلي 1-0 ان شاء الله. احمد تميم بيقول اتوقع الاهلي يكسب 2-1. هشام اهلاوي بيقول 2-0 للاهلي باذن الله، وده كان اخر تعليق معنا. اشوف حضراتكم بكره باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم، ويومكم خير وسعاده وفرح.